السلام عليكم. حبسنا لي فيديو لظروف خاصة، واليوم غادي ندير واحد الجولة للحمات. دابا بالليل الساعة تكون 11، هادي نشدو الطريق. دابا حنا غاديين للحمات باش نصورها لكم بالليل، ماشي بحال الناس اللي كيمشيو ويصوروها بالنهار، نهار اي واحد يصورها. حنا غادي نمشيو نصورو الحمات دابا، وغادي نعومو فيها باش نشوفو الاجواء ديالها كي دايرة. هنا فهاد الشيء اللي فايت الظروف خارجة على الارادة، و كنتمنوا ان العوده تكون بشي فيديوهات. دابا ما حدنا درنا باش نديروا شي فيديوهات بعاد في اماكن بعاد كاع بزاف، لان دابا راه ما كاينش الحجه ديال راه ما عنديش باش نمشي. درنا اللي على قد الحال باش نضربوا بها الطرقان ونديروا لي فيديو. وكنتمنوا ان هاد الفيديوهات يكون نيفو شويه على هاد التوقف، بعد التوقف اللي وقفنا نرجعوا بحاجه جديده. انا حنا وصلنا دابا الحمات هي هذه، صوروا لكم بالليل. طيب دابا البلاصه فين كيعوموا، ولكن كيبان لنا ماشي عليهم جدو. اش غادي دير احنا دابا في الحمات؟ جينا لهنا لهاد الحمات موليعين. مزيان الصغيره، حمات صغيره اش داك الموليك. ايوا حنا بغينا نشوفو نضربو شي عومه. شي عومه بالليل، شي عومه بالليل مورا العصر. بالليل مورا العصر هي اللي كيقولوا بالليل مورا العصر. الظلام هنا الظلام كاينش، عومو في الظلام ماشي مشكل. غادي ياكل ينوضوا الفلاشات، الفلاشات باش يبان الفيديو مزيان. غادي ياكل لنا التمساح. تمسح صلاح باش يبان ضوي باش نصورو بعدا. ما كانش شي يتحرك، والله ما بان لي انا بربي باش وجهت كاع ما وصلوا. ضوي ضوي هنا، ضوي هادشي زوين زوين زوينها واعره. غادي نجي بعدا نشوف الخنت، صوري شوف الخنت بعدا. ما كاينش شي فلوس، قلب جيوك مزيان. صبر 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 تنزل كومبليت، صبر تنقولك زيد. يلاه سير سير. الله دير الفلاش، دير الفلاش، تعب الفلاش. يلاه سير. تبعني حتى انا عمي سيني، ما كنشوف السيما هادي غادي تدخل فيها. الله الا واعره في الله تكون اول سير يا دو. وانت ورا الشتا يا خويا كتيبه زعمي دابا كيبانش كاع. احسن حاجه في الحمات انك تجي ليها بالليل كتكون خاويه والماء سخون. ميزيني عيني. سير سير انت دابا. هذا هو المشكل. ما كاين حتى شي واحد، ما كاين حتى شي واحد. شو شوف خاوي 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 خاوي. يا ما تعاود تبدا لي. يلاه سير. هاني ندوي سير. هاني كندوي. انت غادي تضيع لنا الكاميرا ديال الدوزي. كيحسنوا ولا رجعك؟ اه سيدي شويه كيفاه؟ صافي صافي. يا جدو راه باين عوم. بلاتي بلاتي حوايج اليوم. في الاول قال لنا ما باغيش يعوم، دابا راه ولا كيحيد حوايج. صوتها صاك هيا كي اشوف كيش تحق لك على بيس. سير سير بحال غادي يمركي. سير سير صوتها سير. صوتها واو واو زكا بجي يا خوي الماء. اش السخون ياك مزيان راضي. اش بالك نديرو ني ثلاثه نديروها بربعه بالكارت. اش فهمتي كيفاه؟ دابا غادي نتسوطا غادي نجيو كامل جابا معاك تضربو طلع نقز غير هنا. انت تضرب غير هنا في السيما زين. اسمع نديروها هكا هذيك ماتينه حطها. اه دابا كيبان لكم دابا الا ما بان لكمش هذا نجيبو الضواو ديال البراج.
غالي ندير جوج ولا حتى زيد غادي تشتي الماء بيش يا زكا لا تخطاش معكم انا هو الضحي هذا السيما واش كتشوفها ها السيما راه بعيده عليكم واحد جوج سير بابا عمروا لنا الكاميرا فوق ما نزل زيد بحال الفوق ما واش عرفتي الفوق ما زيد هيا ديك المشحمه اللي كتكون جنب البحر لا لا الفوق ما غادي نتلقى شوف غادي نتلقى وغادي ندير هذيك الطيط في بلاصه السميه ما يعرف حتى شي واحد شكون هادو هما اللي كيقولوا الجران ديال الليل ها هما خالد ومصيريف و سميت ها هو قول سميت كذا ها هما كيعوموا هي 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 سير الله سير السباحة على الدار فراشة أمك هادو هما المسابقين المسابق الأول هو المسابق الأول زكريا حاصل على جوج ألقاب ديال الأولى في السنغال والثانية في الكوت ديفوار هذا السي خالد اللي حصل على خمسة ديال ميداليات ذهبية وحدة في إيميل جيل وحدة في كرالدو هذا مصيريف مصيريف سبعة ذهبية وخمسة ديال نحاسية أنا غادي تنطلق واحد واحد جوج شوف علي وروتور واحد جوج طوب الان كتشوفوا مصيريف راه غادي مشى سبقوا زكريا زكريا والمصيريف مصيريف هو اللي فاز مصيريف اللي عنده سبعه ذهبيه ما هذا لعيب في المستوى لعيب في المستوى والان كنديروا استجواب مع مصيريف استجواب مع مصيريف السلام عليكم سي مصيريف اش دار لك في هذه المسابقه اللي درتو دابا هذه المسابقه هذه كانوا فيها واحد مرشحين اللي في مشات سير سير مرشحين اللي كانوا قويين ويعني ما قدرت نجيب هذه الجائزه الا شكرا شكرا, شكرا سي مصيريف الان كنمشيو لسي خالد اخر واحد ما تيديرش مع سي خالد اخر واحد في المسابقه ما عرفتش علاش شكون هو السبب زعما الحياء والجو اللي كان غير ملائم الرطوبة وعانينا من الطقس اللي كان في كداو هذه الطنط شكرا سي خالد الان كندوزو لسي سي زكريا عبوب اولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمنا الشرطات شهونا في العمان وصلنا بحوايجنا حوايجنا كون كنا حوايج السباحة طلع لنا ما كايناش هذا السي زين شكرا 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 الان تحتي رقم جوج تحتي رقم جوج وهو سباحة على القدمين زعما البيدال ديك اللعيبه ديال الدردول صافي نمشيو صافي غادي نمشيو هكاك نيت شوف شوف واحد جوج ثلاثة ضرب سير سير وي هذا اللعبة فازوا بها ثلاثة بهم اي 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 والان والان كنعطيو جائزة جائزة كنعطيو صبر جائزة كنعطوها ل السي مصيريف لعام لعام حوايجي عطيه عطيه
لا يرسل هذا السيم سيريف اللي عطينا الجائزة الجائزة ديالي الصراع ديال واننا تقاسمها مع الاخوان ديالو والان زوره تقاسمها هو والاخوان ديالو كتعرفوا هذا دلنا على شيء وانما يدل على الروح الرياضيه الاخوان شو حاولوا الكاميرا غادي تضيع يلا نمشيو الشباب كنودعوا الان هاد الاولمبيات وكنودعوا هاد الحمات وكنقولوا لهاد الناس شكرا على هاد على هاد لابسين هذا وكنشكروا وكنشكروا الشرفه هما اللي صفى الحراره اللي قادروا هادشي هادشي راه طفل يعطي التنظيم اي قصدي الجهاز هادو كتشلل كيشلل لك مصطفى كنشكروا لجنه التنظيم على هاد الجائزه وغادي نتقاسموها مع سي زكا اللي قضى اشواط اضافيه يلا الشباب اشواط احنا دابا سالينا دوزنا نهار ديال التصفيه شويه تحيه للناس ديال الحمات دابا صراحه هذا الشيء واش خصها دابا كنهضروا دابا بالماء شي طاجين شي طاجين يكون نيت طاجين مراكشي السلابيه سيدي وسيدي وضرب ليا واحد القنيه انتما الحمات صحه والله والقوه خمس ساعات دابا لحظه 12 هذيك لا نصوروا في 12 قلع 10 صبر يا محمد اذا احنا دزنا الحمات شتوها كي دايره وسيبها بلالي في الملابس واللي بغا يعوم راه كيخد ديك التحتانيه كيعوم اللي بغا يجلس هو العائله ديالو كيجلس في الفوقانيه بكل الاحترام ديرو السنطه زعما الان كنديرو حزام السلامه الا ما درناش حزام السلامه تحيه للامن الوطني تحيه للامن الوطني حيت حزام السلامه هو كيحمي كيحمينا قبل كيحمي اي شيء وحنا لابسين الشرطات هذا هو المشكل حزنا تجي باش تفرج وحزام السلامه ما كيكونش عند اللورانيين ما عرفتش علاش كاين عند اللورانيين غادي تفرحنا انت كاين عند اللورانيين اقلب راه كاين امشي ركبتي صافي راه هي هذيك صافي ان كان ندعو الحماس اتجاه الى مدينه الريج شنو هذا واحد الفيديو ديال شويه ديال التسطيه نابلو شويه وهذا اطار المستملحات حنا رجعنا وكما قلت لكم ان في الفيديو الجاي غادي نديروهم في اماكن بعيده غادي نشوفوا بحال الجبال كما درنا في المره الفايته مع الناس اللي كيسكنوا في الجبال وهذا كنتمنوا ان الفيديوهات يكونوا عند حسن الظن ما تنساوش ابوني والسلام عليكم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.